مشاهدينا الكرام، وسعدتم صباحا، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة، هذه عناوينها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينهي زيارته إلى أديس أبيبا بعد مشاركته في القمة العادية 33 لرؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي. رئيس الجمهورية يؤكد أمام المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي أن الجزائر الجديدة ستظل وفية لمبادئها والتزاماتها، وستطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم. تزويد أكثر من 1130 عائلة ببلدية دلسبي بومرداس بالغاز الطبيعي، وفي انتظار رفع نسبة التغطية بكافة البلديات النائية. نقص في الأطباء العامين والمختصين بمستشفى صدوقي عبد القادر بصعيدة يزيد من معاناة المرضى في تنقلهم إلى الولايات المجاورة في رحلة البحث عن العلاج. أهلا بكم مجددا. بداية، أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زيارته إلى أديس أبيبا بعد مشاركته في القمة العادية 33 لرؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي المخصصة لموضوع إسكات البنادق وإيجاد ظروف مواتية لتنمية إفريقيا. هذا وقد تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم بأديس أبيبا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمام المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي على ضرورة التمسك بالحلول السلمية والحوار لفض النزاعات في القارة، وأعلن إنشاء وكالة جزائرية لدعم التعاون الدولي في التضامن والتنمية، مؤكدا أن الجزائر الجديدة ستظل وفية لمبادئها والتزاماتها، وستطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم. فاطمة أديبة. حضور قوي ومميز تسجله الجزائر في أحد أهم المحافل والمنابر الإفريقية، قمة الاتحاد الإفريقي أديس أبيبا. بلهجة واضحة وصريحة خاطب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القادة الأفارقة، مبرزا الإرادة القوية التي تحدو الجزائر للمساهمة بلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن في القارة السمراء، انطلاقا من قناعتها الراسخة في أن الحل للأزمات وفض النزاعات التي أرهقت الشعوب الإفريقية لن يكون إلا بإسكات صوت الرصاص وإرساء سياسة الحوار الشامل المصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر التي استطاعت تجاوز أصعب المراحل في تاريخها هي اليوم تفتح صفحة جديدة نحو تعزيز الديمقراطية وتهيئة الظروف المناسبة لازدهارها. لم تقصر أبدا في الوفاء بالتزاماتها تجاه إفريقيا، وهي اليوم عازمة على الاضطلاع بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم، ولن تحيد أبدا عن مبادئها والتزاماتها تجاه عمقها الاستراتيجي إفريقيا. إفريقيا التي تشهد بؤرة توتر وأزمات أمنية شديدة أكثرها تعقيدا الأزمة في منطقة الساحل، اعتبرها رئيس الجمهورية ارتدادا للصدمات المزعزعة التي تضرب الاستقرار في العالم، تتصدرها الأزمة في ليبيا هذا الملف الشائك، لتجدد الجزائر استعدادها بأن تكون أرضا يلتئم فيها شمل الفرقاء الأشقاء على طاولة الحوار والتشاور، وتؤكد التزامها وعزمها على المساهمة في تجسيد مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. رئيس الجمهورية وهو يبرز الدور الريادي للجزائر واستعدادها الدائمة للمساهمة في دعم كل المبادرات الرامية إلى فض النزاعات والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، جدد تكثيف الجهود لإقرار مصير آخر مستعمرة إفريقية الصحراء الغربية، كاشفا عن مراسلته الأمين العام للأمم المتحدة
المتحدة منذ أيام لتشجيعه على التعجيل في تعيين مبعوثه الشخصي والشروع في إعادة إطلاق مسار تسوية مسألة الصحراء الغربية. القضية الفلسطينية وكما كانت دائما حاضرة في كل منبر تعتليه الجزائر، جاء الموقف الجزائري واضحا ثابتا إزاء التطورات الأخيرة، فالجزائر تدعم قيام الدولة المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. ومن منطلق عقيدتها الراسخة ورغبتها الصادقة في تعزيز مبدأ الإعانة والمساعدة والتضامن مع دول الجوار سيما الدول الشقيقة في الساحل، تأتي مبادرة الجزائر باستحداث وكالة جزائرية للتعاون الدولي للتضامن والتنمية ببعد إفريقي تؤكده الجزائر مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. نواصل تقديم نشرتنا برلمانيا. ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل اجتماعا لمكتب المجلس موسعا إلى رؤساء المجموعات البرلمانية. الاجتماع خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم السبت 15 فبراير الجاري
لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، وستتواصل المناقشة يوم الأحد 16 فبراير بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم رد الوزير الأول على تدخلات السيدات والسادة الأعضاء، وكذا تلاوة اللائحة حول مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليها. في الانشغال الصحي، يشكو سكان دائرة سيدي بوبكر بولاية صعيدة من نقص الخدمات الصحية والأطباء العامين والمتخصصين، وهو الأمر الذي نتج عنه ضغط على مستوى مستشفى صدوقي عبد القادر. أحلام قلمامية. توابير غير متناهية، انتظار وقلق هو حال مواطني دائرة سيدي بوبكر بمستشفى صدوق عبد القادر، نظرا للنقص الفادح للأطباء العامين والأخصائيين. ما كاش مستشفى، كاين الاسم فقط. دوك نحكي لكم الوضعية تاع يامس. أنا خرجت يامس على 4:30 من الخدمة، كي جيت هنايا شحال طبيب واحد مقابل استعجالات ومقابل المرضى بزاف. كل خطوة يفوت واحد كايرجون اي تقعد تقارب باش تلحق تورتك، كل خطره يجي واحد يرجو يشدوها. هي انا قاعدين وفرونا الاطباء، يوفرونا الماتريال، كاين كلشي راه كاين هنايا. تدي مريض اقسم لك بالله لا تولي مريض معاه، تقعد اجري تطلع بالعباس. والنتيجه تحويل للمرضى الى الولايات المجاوره. المشكل المطروح هو نقص الخدمات الصحية، إن لم نقل انعدامها أحيانا، على الرغم من توفر العتاد الطبي اللازم والمتخصص والذي لم يستعمل بعد. مجهزة بأحدث الأجهزة، خاصة قاعة العمليات والمخبر المركزي والأشعة. أما فيما يخص النقص في عدد الأطباء، قمنا بتوظيف عدد معتبر من الأطباء في شهر جانفي. أما الأطباء الأخصائيين يتم توجيههم من الوزارة الوصية. عندنا نقص اللي عاد ما يكفيش حاجيات المواطنين الوافدين عندنا في المستشفى، لأنه طبيب عام واحد في لاغارد ولا في لوجور سي انسفيزون. ماذا بينا يكون فيه دعم الأطباء العامين وكذلك الأطباء الخاصين باعتبار المؤسسة تاعنا مؤسسات جديدة. بين توفر التجهيزات الطبية ونقص الأطباء، معادلة صعبة لن يدفع ثمنها سوى المواطن البسيط الذي ينتظر التكفل الأمثل. تنمويا، تم تزويد 1133 عائلة ببلدية دلس ببومرداس بالغاز الطبيعي في عملية تسعى من خلالها السلطات المحلية للرفع من نسبة التغطية عبر تراب الولاية. فاطمة الزهراء بن فرجلة. بعد معاناة لسنوات، استفادت 1133 عائلة من الربط بالغاز الطبيعي ببلدية دلس بولاية بومرداس. كنا نجيبوا القرع، وسورتو في الشتاء تجيبي قرعة ديريها في فرن تبرد لك شومبرا، شناب الاخرين كاملين باردين، سورتو كي طيح شويه ثلج والله البرد، يعني البرد. سير خيرهم يطول عمرهم، هذه اللي كنا نستناوه. العمليه هذه ان شاء الله متواصله على مستوى ولايه بومرداس في كافه البلديات، وين تعرف برنامج راح يمس اكثر من 52 الف عائله. نسبه كبيره من هذا البرنامج قد تم وضعه حيز الخدمه، والعمليه متواصله، نتوقع ان ننتهي منها ان شاء الله بنهايه الفصل الاول سنه 2020. أما القرى النائية التي تنتظر الاستفادة من هذه المادة الحيوية، فلقد تم وضع برنامج خاص بها. أنا رياليزي تسع قرى بالغاز الطبيعي 100%، ولحد الآن زدنا سجلنا في سنة 2018 قرى ولاد صابر، قريت ولاد صابر، مزوج، شقاح، واسنا، الكيمياء، البرالات، ثوابت، لاصاص، والكاريير، وواحد الكارتين سميوها عائلة بالسادي. هي جهود متواصلة بولاية بومرداس للرفع من نسبة التغطية بالغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق النائية. تم
اليوم تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصيد البحري والمنتجات البحرية لوضع خارطة طريق للتعاون المشترك، وتمت مناقشة ملفات تتعلق بالتشغيل واستحداث النشاطات ومسائل ترتبط بالضمان الاجتماعي وطب العمل، إضافة إلى ملف الحماية الاجتماعية للصيادين وتوعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي. كانت محاور أساسية. المحور الأول هو باش يعني نزيدوا ندعموا النشاطات وخاصة على طريق لونساج لاكناك، باش نزيدوا ندعموا أكثر ويكونوا يعني تدعيم بهذا القطاع اللي هو حساس حقيقة. الحاجة الثانية اللي لازم يعني نقيموا بها وبالنسبة للتغطية الاجتماعية تاع كل العمال اللي يعملوا في القطاع هذا، ونعرفوا باللي العمال هذو عندهم صعوبات، والظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي يعملوا فيها هي اللي ربما تخلي أننا نقدروا نكونوا في مسار تنمية مستدام. الحماية الاجتماعية تقاعد كل ما هو مرتبط حتى بصحة هذا المهنيين البحارة خاصة. هذا واستحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مؤخرا مكاتب متنقلة عبر المناطق النائية على المستوى الوطني يسيرها أعوان متخصصون في الأداءة والتحصيل لتقديم خدمات لمنتسبي الصندوق دون عناء التنقل. العينة من البليدة في روبورتاج لنادية سلطانية. الشباك المتنقل التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكالة ولاية البليدة يجوب كل المناطق المعزولة والنائية للولاية على غرار منطقة بن شعبان لتقديم مختلف الخدمات لمنتسبي كاشنوس. أثلي أسماس ألحقني أسماس، وأنا كنت خلصت لكوتيزاسيون وما كتبيش لكارشيفة، أنا جيت نكتبيها واليوم باش طلعت لا ولايه ولا تكتبي هنايا قدامك قدام سور بلاص. بكري كنا احنا نروحوا ليهم، اليوم هما راهم يجوا للديار، سوي دام يجي لك للبيت يقول لك يرحم والديك الوحش واش كاين، ادي حقك. جيت نستفسر قالوا لي راه كاينه لاسيرونس تاع الحرفي، جيت سقسيت هنايا ليكيب فهموني. الحاجه اللي ندوموندي راهي واجده. الشباك المتنقل يهدف ايضا الى توسيع التغطيه الاجتماعيه. عندي ريجيتكومات عندي كلش، حبيت ندير لاسورونس. اولا كاين عمليه تحسيس، وثانيا كاين عمليه تقريب صندوق منهم باش يعرفوا واش هي الصندوق، وكاين اللي يسدوا اشتراكات تاعهم، كاين اللي يحينوا بطاقه الشفاء تاعهم، كاين اللي يستفسروا فيما يخص ملف التقاعد تاعهم او المخاطر اللي يغطيها الصندوق. الاستفادة من امتيازات الصندوق في مجال التأمين عن طريق التكفل الجواري تعود بالنفع على المنتسب والصندوق على حد سواء. أشرف اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري على تنصيب اللجنة الوطنية للمسابقات الفلاحية، حيث قدم بالمناسبة توجيهات للغرف الفلاحية لتعزيز الأمن الغذائي ومواكبة العصرنة في الإنتاج ومرافقة الفلاحين والحث على ضرورة التكوين في المجال الفلاحي. اللقاء حضره رؤساء مجالس الشعب المهنية ومديرو المجمعات الفلاحية وإطارات الوزارة وفاعلون في المجال. وهذه اللجنة مهمة جدا، وهذا لإبراز يعني المنتوج الوطني والتنافس حول الجودة وإظهار وبروز جميع مكونات المنتوج الوطني، خاصة المنتوج الوطني الفلاحي يزخر بجودة عالية ويعتبر منتوج طبيعي ومتنوع عبر عن التراب الوطني. هذا ما راح يقوموا به أعضاء اللجنة الوطنية المتكونة من الفاعلين يعني في الشعب، جميع الشعب الفلاحية، رؤساء الشعب الفلاحية، من المديرين ذوي الاختصاص، واللجنة سوف تستعين بجميع الخبرات الممكنة لإجل يعني دراسة موضوعية. تعد المناطق الحدودية في ولاية تبسة من أهم المناطق السهبية التي تشتهر بزراعة الزيتون نظرا لتوفر المحيط الملائم وتوفر آليات المرافقة والمتابعة من قبل محافظة الغابات. روبورتاج في الموضوع لنور الدين ربيع.
جاد كعادته في عمله، جعل عمي أحمد من هذه المستثمرة مصدر رزق لكثير من شباب بلدته، إذ تعد هذه المعصرة الوحيدة في هذه المنطقة الحدودية التي تنتج أجود أنواع زيت الزيتون باعتراف مخابر دولية، لكن مشكلة التسويق يؤرق المنتجين. إن المعصرة تاعنا تقدم في خدمات للفلاحين أي باستطاعة 400 ألف قنطار في الموسم إن شاء الله 4 أشهر، حوالي 400 ألف لتر إلى نصف مليون لتر. نعانوا من مشكلة واحدة بركة، مشكلة التسويق. الفلاح يجيك لهنا ياتلك 1000 ولا 2000 لتر زيت يقول لك ما عندي وين نديه. المعصرة راهي جت في منطقة حدودية بالضبط، كنا في 3 ولا 4 خدامة، الوقت الحاضر راني في 10 خدامة. كانت الزيتون كل ناقص شوية، بصح العام اللي فات والعام الحاضر راني نخدموا ليل ونهار. ليل ونهار وما لحقناش على الخدمة، جينا من واحد الربع ولا 5 ولايات الجوية هذه. فتحت كذلك فرص تشغيل للشباب بالمنطقة، وكذلك راح تكون مستقبلا للفلاحين، كادت باش يوسعوا من زراعة الزيتون بالولاية على غرار الوحدات الأخرى. توفير استثمارات زراعية ناجحة ودعمها بمشاريع تتناسب والخصوصية الجغرافية والمناخية للمنطقة حتما سيكون له تأثير إيجابي على بعث التنمية بالمناطق الحدودية. إضفاء للسيولة على حركة المرور بالعاصمة، سيتم وضع الجزء الثاني من مشروع ودشاية حيز الخدمة في محوره الرابط بين براقي والبليدة شهر أبريل القادم، كما بلغت نسبة أشغال إنجاز الطريق الرابط بين تيبازا والجزائر العاصمة على مستوى مازافرون 70% بعد أن عرف عدة عراقيل متعلقة بملكية الأراضي والتعويضات. ويزا العوفي. على مسافة ما يزيد عن 4 كيلومترات يمتد مشروع طريق ودشايح في محوره الرابط بين براقي والبليدة. كيف فتحوها؟ يفتحوا لنا مشكل كبير، بكري كانوا باش الناس تلحق الباب علي دير بالك وحدينا باش يدوروا على باش اسمه هذيك براقي ولي زونفيرون. دوك ولاو 4-5 مينيت برك. بونس كو سافا ديغورجي اي سافا دوني اون فلويديتي على سيركولاسيون. المشروع هذا تاع وادوشا اللي يكون استغلال خلال شهر ابريل ان شاء الله، ولكن هذا حل من بين الحلول راح نوضحها. وعلى امتداد 19 كيلومترا مشروع آخر يربط تيبازا والجزائر العاصمة على مستوى وادي مزفران، وهو المشروع الذي عرف عدة عراقيل. مستثمرة فلاحية بصح احنا غرسنا لروحنا، كانت بور كانت احنا حرفنا، احنا زرعنا تشينا الغارس التفاح من جيوبنا. اذا كان الارض تاعك تمس وفات عليها الطريق والله جزء من المشروع، وعندك الوثائق اللي تثبت اللي بلي عندك حق امتياز، راح يكون لك التعويض في الشجرة في البناية وفي الأرض اللي نستعملوها. وعلى امتداد 4 كيلومترات متنفس آخر للطريق الرابط بين القبة وبير خادم، محور سيفك العزلة عن منطقة سيدي مبارك ببير خادم نحو الطريق السريع بن عكنون والدار البيضاء. واصل المجلس العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة اليوم جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهم سعيد بوتفليقة، محمد مدين، وعثمان طرطاق ولويزا حنون. وستخصص الجلسة لمرافعة هيئة الدفاع وكذا الاستماع إلى التماس النيابة العامة. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمسي إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل اللوح بعين الدفلة بالناحية العسكرية الأولى، مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 3 قنابل تقليدية الصنع ومولدين كهربائيين، بالإضافة إلى ألبسة وأغطية وأغراض أخرى. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبط حراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية
3 كيلوغرامات و800 غرام من الكوكايين و8 كيلوغرامات من الكيف المعالج و12380 قرصا مهلوسا. وبتمنراست بالناحية العسكرية السادسة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 أشخاص وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و9 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بندقية صيد ومسدسا آليا بسعيدة بالناحية العسكرية الثانية. من جهة أخرى أحبط حرس وسواحل محاولات هجرة غير شرعية ل109 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران وشلف وسكيكدا وعنبة والطرف، في حين تم توقيف 21 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من عين صالح وتيارت وتبسة والأغواط وجانات وتلمسان. قدم المفتش الجهوي لشرطة الوسط بمديرية الأمن العمومي بالعاصمة حصيلة نشاطات سنوية لمصالح الشرطة لناحية الوسط، وهذا مقارنة بسنة 2018، حيث يلاحظ ارتفاع في عدد حوادث المرور والخسائر البشرية وكذا الجرائم والقضايا المعالجة. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 908 أشخاص بعد وفاة 97 شخصا أمس، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 40,000 شخص في جميع أنحاء البلاد. للإشارة فقد وصل عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى أكثر من 2700 حالة. هذا وأعلنت السلطات الصينية أنها رصدت أزيد من 10 ملايير دولار كاعتماد مالية لدعم السيطرة على هذا الفيروس القاتل. اجتاحت عاصفة سيارا بريطانيا وشمال قارة أوروبا متسببة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق، مما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية والبحرية وحركة القطارات بين فرنسا وإنجلترا. كما قامت ألمانيا بإلغاء 180 رحلة جوية من مطار فرانكفورت وإثقاف خطوط القطارات سريعة مبقية على حالة الاستنفار إلى غاية مساء اليوم. في الرياضة حصدت المنتخبات الجزائرية للمصارعة المشتركة 75 ميدالية، 22 ذهبية و33 فضية و33 برونزية، مما منحها المركز الثاني في الترتيب النهائي للفرق التي جرت من الرابع إلى التاسع من أفريل أو من فبراير بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة. تفاصيل أوفى مع عمر جمعية. في سابقة هي الأولى في تاريخ المصارعة الجزائرية، تحصل المنتخب الوطني أكابر الرجال على 9 ميداليات ذهبية، منها 6 في اختصاص المصارعة الإغريق رومانية، وهذا لحساب البطولة الإفريقية. وهذه الميدالية يعني اللي كانت الميدالية السادسة تاعي في البطولة الإفريقية. الحمد لله ربي وفقني كما شفتوا باش كلاسيت برومي بلاس، وهذا كل يعني بفضل التعب والمجهودات اللي بذلتها في البلاد وخارج البلاد اللي كما راكم تشوفوا ان شاء الله. والحمد لله ربي وفقنا، تعبنا التعب ديالنا ما راحش في باطل وان شاء الله الماخر. لتسيطر الجزائر على المنافسه القاريه بحصدها ل 75 ميداليه منها 22 ذهبيه. والهدف درك اللي بقى لنا ان شاء الله باش نحضروه كما ينبغي، وهو وهي الدوره التاهيليه افريقيا اقيونيسيا اللي راح تجرى في شهر مارس 2020 بالمغرب، وين احنا ان شاء الله الطموحات تاعنا باش ناهلوا عدد كبير من المصارعين الى العاب طوكيو 2020 ان شاء الله. ليبقى التاكيد في الدوره التاهيليه للالعاب الاولمبيه بالمغرب الشهر القادم.
في كرة القدم ولحساب الجولة 17 لرابطة المحترفة الأولى، تعادل أمس اتحاد بسكرة داخل قواعده أمام شبيبة القبائل بنتيجة هدف لمثله، يقول ياسين بوخنافة. نقطة ثمينة عاد بها أمس فريق شبيبة القبائل من ملعب بسكرة عندما واجه الاتحاد المحلي في مباراة جرت بدون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على أبناء الزبان الذين بادروا للهجوم في محاولة مخادة الحارس الشبيبة بالبوط، غير أنهم أخلطوا بين السرعة والتسرع. رد فعل الشبيبة جاء سريعا، وبولحية زكريا لم يحسن استغلال هذه الكرة بعدما كان وجها لوجه. نلعب الوقت بدل الضائع، الحكم عبيد شرف يشرب بطاقة حمراء في وجه قبلي إسحاق الذي اعتدى على أحد مدافعي الشبيبة. الزوار استغلوا النقص العددي لاتحاد بسكرة وتمكنوا بعد هذا الهجوم المعاكس من عدادي الذي ضيع هنا من الوصول إلى شباك بوزدر، رأسية محكمة بن سايح تسكن شباك المحليين. هدف لصفر كانت نتيجة الشوط الأول. اتحاد بسكرة تمكن من معادلة النتيجة في المرحلة الثانية عن طريق اللاعب عثماني الذي استغل هفوة في دفاع الشبيبة لينتهي اللقاء بتعادل إيجابي هدف في كل شبكة. نختم بجولة إلى قصر حيحة بتيميمون بأضرار، تحفة معمارية بهندسة إسلامية. وهبة مسوشة. هو قصر حيحة العتيق ببلدية ولاد عيسى بإقليم قررة بتيميمون، من أبرز معالم التراث المادي الذي لا يزال شاهداً على النمط العمراني التقليدي في المنطقة. حينما ننظر إلى شكل القصر نجد خندقاً دائراً به كحصن منيع. وهذا القصر هذا جاي في مشيد في على هضبة، هذا دليل أنه كان يحكم فيه، كان فيه حكم عسكري، بالعكس القصور المشيدة في المنخفضات ولا السهول اللي كان فيها حكم مدني. ونحن نتجول بأزقته تقابلنا مغارات رائعة وكذلك مسجد عتيق يوحي لنا بأن القصر شيد في الحقبة الإسلامية. ندخلوا نشوفوا الهندسة المعمارية في إبداع المسجد، رائعة يعني، فيه التناسق تاع الأقواس يعني كي تشوف الجمالية تقول وكأنه كيما رانا نخدموا اليوم كيما نقولوا بالحديد ولا بالجيبس، هو مخدوم فقط بالطين والحجارة. كان الرجل اللي عايش هنا كان رجل بسيط جدا، الإنسان اللي كان عايش فيه كان ساكن في الطين، كان ياكل يعني فقط من المنتوجات تاعو الفلاحيه، كان انتاج الحبوب، كان انتاج يعني التمور. قصر حيحة معلم سياحي بامتياز تسخر به منطقه تيميمون، وفن معماري فريد من نوعه. وبهذا نكون قد وصلنا الى الختام. قبل ان نفترق تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينهي زيارته إلى أديس أبيبا بعد مشاركته في القمة العادية 33 لرؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي. رئيس الجمهورية يؤكد أمام المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي أن الجزائر الجديدة ستظل وفية لمبادئها والتماتها، وستطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم. تزويد أكثر من 1130 عائلة ببلدية دلس ببومرداس بالغاز الطبيعي في انتظار رفع نسبة التغطية بكافة البلديات النائية. نقص في الأطباء العامين والمختصين بمستشفى صدوق عبد القادر بسعيدة يزيد من معاناة المرضى في تنقلهم إلى الولايات المجاورة في رحلة البحث عن العلاج. نشرتنا تمت. لتواصل معنا عناويننا الإلكترونية الظاهرة أسفل الشاشة تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.